قيمة الإنسان، الإنسان يكون عنده ما له. استضافت جمعية الغد للشباب بالرياض ملتقى العطاء العربي الخامس ضمن أحدى مبادرات زايد العطاء، والتي تقام مرة كل عامين برعاية صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر آل سعود أمير الرياض وحضور عدد من الأمراء والسفراء، حيث كرم فارسة العطاء العربي صاحبة السمو الملك الأميرة سارة بنت الفيصل آل سعود وعددا من رواد العطاء، حيث أعلن بأن الرياض عاصمة للعطاء العربي، وذلك تمثيلا لجهود المملكة في المجال العمل الخيري والعطاء الإنساني. بهذه الاحتفائية الرائعة لبرنامج العطاء العربي، وبلا شك أنه هذه الفكرة الرائعة أعتقد لها أذرع متعددة أوجدتها في شكل واضح وسليم. نحن نفخر في عالمنا العربي بوجود مثل هذه الأعمال. المملكة العربية السعودية قمة في العطاء، لو تلاحظ كل أعمالها عطاء للآخرين، تفضل الآخرين على نفسها، وهذا هو ديدن الإنسان السعودي. أنا في هذه المناسبة أهنئ صاحب السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل على هذه الجائزة التي حصلت عليها، وهي كفء لها وقدمت عطاء كبير واستطاعت فعلا أن توجد بصمات رائعة في العمل الاجتماعي. الملتقى يسلط الضوء على التنمية المجتمعية في العالم العربي لتحفيز الشباب لثقافة العطاء. تظل الرياض دائما في مقدمة الدول والمملكة العربية السعودية بشكل أكبر في العطاء وبذل الجهد إعانة المسكين وصول الاحتياجات للمحتاج، فهذا يسلمكم مفخرة لدولة الإمارات أيضا أن الرياض عاصمة العطاء. النجاح لا يعد إنجازا بقدر ما يكون رغبة حقيقية وقدرة مستمرة على الإنجاز والعطاء. يزيد القحطاني، الرياض.